والابن والروح القدس الاله واحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والابد امين. احنا في سلسله بتاعت قانون ايمان، زي ما احنا متفقين احنا بندرس قانون ايمان، لكل كلمه في ليها في قانون الايمان ليها معنى، وبنركز في السلسله دي على ان المعنى اللي احنا بنتكلم فيه ليه الكلمه دي ابائنا قالوها ليها معناها، ليه قالوا الله الاب، ليه قالوا الله الابن، ليه الابن اتكلمنا عليه في صفاته وبعد كده في عمله في الفداء والتجسد. كل كلمة هنلاقيها في قانون الإيمان، ده الغرض من الدراسة بتاع قانون الإيمان، إن إحنا هنحاول نتكلم ليه أبائنا أصروا يحطوا الكلمة دي. دي الجزئية دي المهمة اللي هي ليها الخاص بالعقيدة، وبناخد المعنى الروحي اللي وراها ببساطة جديدة. طبعا مش بنقدر نخش في كل في ديتيلز، لأنه التأملات والحياة والحاجات الروحية دي بقى إن شاء الله بنعمة المسيح. طبعا في أسبوع الألام دايما بتبقى عندنا فرصة نتكلم عن الموضوع ده، لأن النهاردة هنبتدي قلنا المسيح جه من أجل خلاصنا وتجسد وتأنس ومن العذراء من روح القدس، وابتدينا نقول وصلب عنا، دي اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت وصلب عنا. النهاردة هتكلم في كلمتين، وتألم وكبر. كلمتين دول تقول يا نقضي الوقت كله في كلمتين، نقضي الوقت كله في كلمتين دول، وتألم وكبر. طيب أول سؤال، أنا هتكلم ست نقط النهاردة. أول سؤال، هل ضروري قوي إن كان في قانون الإيمان أقول كلمة تألم؟ طب ما كنا نكتفي بكلمة وصلب عنا مثلا. لا، برضو هيبقى ليها برضو مهمة كلمة وتألم دي، زي ما قلنا ما كانش ممكن ينفع وصلب ونسكت، لازم نقول وصلب عنا عشان نبين حقيقة موت المسيح الكفاري، الذبيحة اللي تقدمها عن البشرية. فكان مش مجرد موت عادي، فكان لابد ان نقول ان المسيح صلب عنا. طب تألم دي، طب ما هو الصلب فيه ألم. لا، برضو كلمة تألم دي كانت مهمة جدا ان احنا نعرفها. ليه بقى؟ والاباء يأكدوا عليه. اول حاجة، كلمة تألم تؤكد حقيقة أن المسيح أخذ جسدا حقيقيا. دي مهمة أوي بقى. تألم، هو اللي بيتألم ده إيه؟ جسد. الجسد هو اللي بيشعر بالألم. فكلنا نقول تألم، يبقى دي بتؤكد حقيقة الألم اللي واقع على الناسوت. والناسوت هنا زي ما اتفقنا قبل كده أنه جسد، جسد المسيح. يبقى كلمة تألم هنا مهم جدا أن إحنا نقول أنه أن المسيح تألم. هل دي مسألة ضرورية قوي أن أنا أثبتها؟ أي. ليه بقى؟ لألا بعض الناس يظنوا أن اتحاد اللاهوت بالناسوت حمل الناسوت من الألم، وبالتالي تبقى مسألة الصلب دي مسألة شكلية مش حقيقية، وبالتالي يبقى المسيح ما دفعش ثمن الخطية للعدل الإله، وبالتالي يبقى كده مفيش فداء، مفيش فداء تم. إذن كلمة تألم دي كلمة ضرورية جدا، نمرة واحد، عشان انتوا عارفين طبعا الألم هنا ثمرة الخطية. الألم ثمرة الخطية. فلما بقول ان المسيح جه وخد جسد زينا وصلب وتألم ومات بيه، ده المسيح هنا شال خطايا العالم بألام، بأوجاع الخطية، بألام الخطية، بأوجاع الخطية، كل دي شالها المسيح. إذن لابد أن هنا نمرة واحد، لازم كلمة تألم زي ما قلت صلبة، اللي اتصلب ده الجسد، واللي اتألم برضو ده الجسد، فده برضو إثبات أن المسيح أخذ جسد حقيقي، جسد حقيقي، والألم ده كان ألم حقيقي، يعني يتحس ألم حقيقي، مش حاجة ملهاش موجود، لا ده ألم حقيقي. يبقى المسيح أخذ جسد قابل للتألم، المسيح اتألم رغم أن المسيح لم يخطئ. خلوا بالكم من دي برضو، أن رغم أن المسيح لم يخطئ عشان يتألم، يعني بنقول الألم ثمرة الخطية، لكن المسيح لم يخطئ، لكن هو شال الخطية بألمها وأوجعها، حمل أوجعنا، حمل أوجعنا زي ما قال أشعياء. إذن المسيح كمان أخذ جسد حقيقي، والألم ده كان حقيقي ووقع على الجسد بتاعه الحقيقي اللي هو الناسوت،
وكمان الألم دي لما وقعت على الناسوت اللاهوت لم يحميه من الألم، لأن في ناس بتدعي أن اللاهوت حمى المسيح من الألم فما حسش بالألم. لا، هنا بقى نقول له لا، سمحت، أقف أقف هنا لو سمحت، ما ينفعش أقول الكلمة دي، الكلمة دي مش مظبوطة، الكلمة دي مش مظبوطة. الألم المسيح حس بيها، والمسيح لم يحمي نفسه من الألم بسبب لاهوته، ولم يستخدم المسيح لاهوته من أجل راحة ناسوته، ودي كانت واضحة منذ ميلاد المسيح. إيه اللي خليه يهرب من هيرودس؟ طب ما كان لو اللاهوت في الحالة دي يريح الناسوت ما كانش يهرب، هيرودس ده يخلص في لحظة يعني، ما كانش يهرب. وهكذا بقى نقيس عليه حياة المسيح كلها. مش معقول هيجي عند الصليب اللي هو كان موضع سروره ويقول أنا لا، أنا مش هتألم بقى واللاهوت يشيل الألم. طبعاً الكلام ده نحن نرفضه تماماً. ألام المسيح ألام حقيقية وثابتة، وزي ما قلت لكم مرة فاتت أن أشعية 53 كأن واحد قاعد بيتفرج على الصليب وبيسجل إيه اللي بيحصل، وده اللي حصل مع المسيح. بل عندنا ما يثبت حقيقة الألم وما يثبت شدة الألم اللي وقعت على المسيح. هجيب لكم شوية أمثلة. يعني المسيح على الصليب قال إلهي إلهي لماذا تركتني؟ حقيقي ده مزمور 22، وبيتكلم في نبوات عن ألام المسيح، بيعبر عن ألم. لكن حتى لو المسيح قالها إلهي إلهي لماذا تركتني، ده مش معناه انفصاله عن الآب، لكن معناها أنه أنت أن الآب تركه للألم. يعني اللاهوت لم يحمي الناسوت من الآخر، اللي هي الكلمة اللي بيدعوا بيها أن اللاهوت حمى الناسوت من الآب، لا، ما كانش قال إلهي إلهي لماذا تركتني، إنما هنا تركه للألم دون أن يمنع الألم عنه. أدي دي ده إثبات. المسيح على الصليب نفسه قال أنا عطشان، قال أنا عطشان. العطش ده جاي نتيجة الألم اللي مر بيه الجسد، نزف دم وعرق ومجهود وعدم نوم، عطش، ده جسد حقيقي عطشان. لما يقول أنا عطشان، لما يشيل الصليب ويقع تحت الصليب بسبب تقل الصليب وسبب الإجهاد اللي هو كان فيه المسيح وحمله صمعان القيرواني، كل دي شواهد بتبين أن المسيح وقع عليه الألم بشدة وبقسوة وتحمل هذا الألم. يبقى ما فيش حاجة اسمها اللاهوت يحمي الناسوت وأن المسيح لم يتألم، كلام ده مالك. يبقى عشان كده الأباء كانوا واعيين، أبائنا كانوا واعيين لكل كلمة، وكانوا فاهمين هم بيقولوا إيه، فكانوا عارفين إن هم لازم يذكروا كلمة وتألم. وعشان كده لقوا كنيستنا رتبت كل يوم جمعة في الأسبوع إن ده بقى تذكار بنصوم فيه، ليه؟ تذكار إن إحنا نفتكر ألام المسيح، إن المسيح اتألم عشاني، فده صوم الجمعة. عشان كده بنقول خطورة قوي إن اللي يفطر يوم الجمعة، طبعاً ما عدا الظروف الصحية، لكن الآباء كانوا أهم حاجة عندهم صوم الأربعاء والجمعة، لأنه ده اللي فيه اللي بنتذكر قد إيه المسيح أحبنا ومات لأجلنا. فدول اليومين اللي إحنا بنصوم فيهم كنوع من المشاركة البسيطة جداً الذي لا تذكر في إن إحنا نفتكر ألام المسيح. بالإضافة لكده عشان أقول لكم برضو، أنا كل ده بنحاول نثبت الألم دي مش يعني مسألة ضرورية وكان لازم تتقال في قانون الإيمان وتألم، ما يعني لا نكتفي بصلب عنا، لا، لازم نقول وتألم. أن المسيح نفسه تنبأ عن نفسه كده قبل الصلب وقبل الألام دي، وقال أنا جبت بس أمثلة صغيرة، يعني هو آيات كتيرة المسيح قالها طبعا، بس جبت آية من كل إنجيل كده. يعني مثلا في إنجيل متى 16 المسيح قال إيه لتلاميذه؟ إنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم. متى 16:21. في مرقس 8 يقول وابتدأ يعلمهم أن ابن الإنسان ينبغي أن يتألم كثيرا. خلوا بالكم أن الإنجليين قالوا نفس الكلمة، يتألم كثيرا ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة ويقتل وبعد 3 أيام يقوم. مرقس 8. في لوقا 17 كذلك أيضا يكون ابن الإنسان في يومه، ولكن ينبغي أولا
أن يتألم كثيرا ويرفض من هذا الجيل، لوقا 17. بل بالعكس، أن المسيح بعد قيامته وبخ تلاميذه، مش وبخ تلاميذه، وبخ تلميذه عمواس، لما قال لهم يعني كان متضايقين ومش قال لهم يعني انتم مش عارفين، اما كان ينبغي ان المسيح يتالم ويدخل الى مجده في 24. يعني فكرهم، قال لهم مش انتوا كنت انا قايل لكم ان المسيح ينبغي ان يتالم؟ يبقى نبص لها، الانجليين كلهم صدقوا على كلمه يتالم كثيرا. اذا كان لابد هنا ان الاباء بتوعنا يقولوا أن المسيح تألم. وده بيقودنا إلى سؤال برضو تاني، بيقول لك يعني طب إن كان المسيح هو الله، كيف نقول عنه أنه تألم؟ هل الله يتألم؟ كلكم عارفين الإجابة طبعا. المسيح هو الإله المتأنس. يعني إيه الإله المتأنس؟ يعني اتحاد الطبيعة اللاهوتية لو اللاهوت بالطبيعة البشرية اللي هي الناسوت في شخص واحد هو السيد المسيح. فاكرين المحاضرة دي اللي ما حضرهاش يسمعها، قلنا اتحاد الطبيعتين ويبقى طبيعة واحدة. بقى المسيح عبارة عندي طبيعة واحدة، ما اقدرش افصلهم بقى تاني، ما اقدرش اقول بقى ده ولا لا، هم طبيعة واحدة. لكن اللي تألم مين؟ الجسد البشري، لأن اللاهوت لا تألم. حقيقي اللاهوت متحد بالناسوت، بس اللاهوت لا يتألم. وبالتالي ودي بقى البابا كرولوس طبعا الاول، بابا كرولوس الاول عمود الدين، ده اللي جاب لنا المثل الحلو قوي بتاعها، طبعا مع التشبيه الفارق مع التشبيه، يعني زي ما بيقول التشبيه مع الفارق، يعني انه لو جبنا حته حديده وحميناها بالنار، اللي بتبقى قدامي دي حديده متوهجه بالنار، ما اقدرش اقول عليها حديده ولا نار، لكن اقول حديد محمى بالنار. فالحديد المحمى بالنار ده لو جبت شاكوش أو مطرقة وخبطت عليها، الطرق ده أو الخبط ده يقع على مين؟ على الحديد، مش على النار. فالنار مش هيحس بحاجة، لكن الحديد هو اللي إيه؟ اللي هيحس. إذن ألام المسيح ألام حقيقية، ولما ومش غلط إن أقول الله تألم، لأنه هو المسيح اللي قال عن نفسه إنه ينبغي أن يتألم كثيرا. بس الألم وقع على الناسوت، وقع على الجسد اللي خده من العذراء مريم ومن الروح القدس. إذن الألام ألام حقيقية، ألام جسدية، ألام حقيقية. حقيقي كان في ألام نفسية هنقولها دلوقتي، لكن في الأول هي ألام جسدية وقعت على الجسد. والمسيح الحقيقة اتألم ألام قبل الصلب، اللي هي ألام الجلد، وألام الصليب نفسها بالإضافة للألام النفسية. خلينا دي النقطة الرابعة نتكلم فيها مع بعض. طبعا انا اتكلمت عن الصليب المره اللي فاتت، لكن الالام اللي قبل الصلب كانت الام الجلد، والمسيح الحقيقه وقع عليه عقوبتين، عقوبه الجلد وعقوبه الصلب، لان اليهود ما انبسطوش من العقوبه بتاعه الجلد، قال لا احنا عاوزين نصلبه. فبالتالي راح مطلع قرار تاني بصلب المسيح. اذا المسيح وقع عليه عقوبتين حتى كمان، مش عقوبه واحده، وده ضد القانون على فكره، بس المسيح قبل هذا. فالجلد كان يعني الجلد في الوقت ده كان يعتبر حرفيا تمزيق جلد الإنسان. كلمة الجلد يعني كأن واحد بيشيل جلد الإنسان، ده الجلد. كان يبقى فيه زي صوت كده طويل بيطلع منه ثلاث سلاسل، بيبقى معمولة من يعني حاجات حيوانات، أعصاب حيوانات وكده، حاجة زي كده، ومعلقة فيها زي قور حديدية. تخيلوا بقى دي لما تنزل على الظهر تلف كمان، لأنها بتبقى طويلة شوية، فتجيب من ورا ومن قدام، بتعمل إيه؟ تروح ماسكة في الجلد اللي هي القرات الحديدية دي، تمسك في الجلد وتمزقه كده تطلعه. فده يعني يقال كده إنه الجلد معناها تمزيق لجلد الإنسان، تقطيع لجلد الإنسان. وكان يقال ان في ناس كانت تصل الى الجنون بسبب الالم اللي وقع عليها من الجلد. ومش بس كده، ده كمان ممكن الى الموت. يعني العقوبه دي كان ممكن باخرتها موت، يعني اللي بيتجلد كان ممكن يموت، كان ممكن يموت فيها يعني، الا انه ما مش هيستحمل الجلد ده وممكن كان يموت فيه. فدي الالام اللي سبقت الصليب، بالإضافة لألام الصليب نفسها اللي هي زي بقى حمل الصليب وزي إكليل الشوك زي المسامير زي الحربة، كل ده ألام الصليب نفسها.
لكن في كمان ألام يمكن كانت حد اتكلم فيها المرة فات معايا، الألام النفسية. إنه أيوة طبعا كان في ألام نفسية، لأن هم بعد ما عملوا كده يقول كده إن هم سلموه إلى جند ليستهزئوا به، يعني هم قصدين يعني إيه عملية مترتبة، يعني هو هيتجلد وبعد كده يستهزئوا به شوية وبعد كده يبتدي ألام الصليب. والاستهزاء ده ألم نفسي، يعني تخيلوا برضو إن الواحد في وسط ده كله في لسه جنود بيستهزئوا بيه، يعني يدفروا له كده إكليل شوك ويحطوه على راسه ويقولوا له يعني أنت بقيت ملك، أنت بتقول إنك ملك اليهود، طب ورينا بقى إزاي، ويروحوا حاطينه على راسه، يديله قضيب ملك عشان يستهزئوا بيه، يعني أنت بتقول ملك طب ورينا كده بقى الملك، بيمسك قضيب الملك بتاعه، يلبسوه الثوب الأرجواني. الثوب الأرجواني ده اللي هو ثوب الملكي يعني تقريبا، بس هو كان قديم ومقطع وكل حاجه، بس يعني هو يعني نوع من الاستهزاء، يعني سخروا منه كملك وكنبي. لما ضربوه قالوا له تنبأ مين ضربك، يعني ما دام بتقول لنا انت نبي فتنبأ قول لي مين ضربك يعني، فكان يعني بيستهزئوا بيه كملك وكنبي. الحقيقه حاجه قريت حاجه لطيفه قوي اول مره كنت اقراها عن القديس اثناسيوس. قديس أثناسيوس الرسولي كتب تأمل لطيف قوي بخصوص السخرية دي، أشارككم بيها يعني، هقرأها بسرعة، هي مش كبيرة بس هقرأها بسرعة. القديس أثناسيوس قال إيه بخصوص السخرية النفسية دي أو الاستهزاء النفسي اللي كانوا بيعملوه الجند؟ فبيقول إيه: لقد حكموا عليه وأدانوه بالموت كإنسان، وبينما هو مقبل على الموت فإنهم وقروه كإله. يعني هم عايزين، هو أدانوه بالموت كإنسان، لكن وهم الحقيقة بيستهزئوا بيه عمالين يقولوا إن هو إله. إنهم قللوا من شأنه إلى العدم ثم عاملوه كملك، حتى في الاستهزاء يعني خلعوا عنه ثياب معتادة ليلبسوه الأرجوان. لم يكونوا يعلمون من هو هذا الذي يكيلون له الشتائم والإذاء الجسدي، ولكن رغما عنهم دعوه نبيا، قالوا تنبأ. وبينما كانوا يسخرون منه ويضربونه، مع ذلك فبالإجماع نصبوه بالانتصار بالرداء الأرجواني بإكليل الشوك وقصبة الملك. حقا إنهم فعلوا كل هذا من قبل السخرية، ومع ذلك وبدون إدراكهم وبالرغم من أنفهم اقتبل منهم حقه الواجب. يعني القديس أثناسيوس بيتهكم عليهم، بيقول لهم حتى في سخريتهم فالمسيح استعلن ملكا ونبيا واخذ حقه الواجب. دي من التأملات اللطيفه اللي قريتها كان للقديس أثناسيوس الرسولي. طبعا مع الالام النفسيه غير السخريه والاستهزاء اللي عملوه الجند مع المسيح، طبعا انه المسيح يشعر ان واحد من تلاميذه بيسلمه اقرب الناس اليه، طبعا يعني بتبقى يعني حته نفسيه شديده جدا على المسيح. طبعا واحد من تلاميذه يسلمه، برضو الالام النفسيه الثانيه زي ما يشوف المسيح، لان كل الناس الجموع اللي كانت بتمشي وراه، يعني اللي وصلت احيانا ل 5000 من غير الستات والرجاله، الجموع دي اللي كانت بتمشي وراه ولا واحد مشي وراه، ولقى نفسه لوحده ما عدا بعض النسوه القلائل والقديس يوحنا الحبيب. والمسيح عبر عن الالم النفسي ده لما قال نفسي حزينة جدا حتى الموت، وقال كمان يا أبتاه إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس، ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. الإحساس النفسي طبعا، الألم النفسي كان عند المسيح صعب. وطبعا قلت لكم من شوية لما قال إلهي إلهي لماذا تركتني، طبعا بيعبر إنه هو تركه للألم. يعني القديس لوقا وصف حاجة كمان مهمة هو اللي ذكرها، بس إنه عبر عن مقدار الألم بأنه بيقول وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض. يعني العرق، انت عارفين الواحد لما بيعرق حتى العرق ممكن ينقط منه، بينقط مية لأنه ده عرق، لكن المسيح في عرقه ده بسبب مجهود بقى مش بينزل عرق زي المية كده، ده نازل قطرات دم نازلة على الأرض. ودي الحقيقة معروفة في الطب باسم هيمو هيدروزيس. هيمو يعني بلاد باللاتين، يعني هيمو يعني بلاد،
هيدروزيس اللي هو الووتر او السويت او العرق، يعني الميه او العرق، سموه بالعربي التعرق الدموي. التعرق الدموي بيقولوا ان الانسان لما بيبقى تحت توتر نفسي شنيع، الشعيرات الدموية اللي تحت الجلد بتنفجر من شدة الضغط وتمتزج بحبيبات العرق وينزل كقطرات دم، يسموها هيموهيدروزيس. طبعا كلنا يعني أكيد لما نشوف الألام النفسية اللي مر بيها المسيح دي بالإضافة للألام الجسدية، واحد يقول إيه؟ يعني ربنا لما جه خلق العالم، خلق العالم بكلمة، يكن نور يكن نور، جاب حتة طين عمل إنسان عمل إنسان. لكن لما جه يعيد خلقة الإنسان ويخلصه من حكم الموت ومن يد الشيطان، كان يلزمه أن يعرق دما. يعني يكفي بس إن الواحد يفكر في دي، ربنا خلقنا بمنتهى السهولة لأنه خلقنا على صورته ومثاله، لكن لما جه يخلصنا كلفه دمه، حتى العرق بتاعه، العرق بتاعه بقى دم. النقطة الخامسة أحب أتكلم فيها النهاردة معاكم، اللي هو وقبرة. دي ألام المسيح، يعني تألم. طبعا في كلام كتير بيتقال، احنا بنحاول بس ناخد بعض النقط يعني عشان نقدر نخلص بس قانون الإيمان. طب ليه قال صلب عننا وتألم؟ وقبرة دي مهمة قوي. طبعا مهمة جدا، ده طلعت كبرة دي مهمة جدا. كبرة دي معناها ان اللي اتصلب ده واللي اتألم ده مات واتوضع في قبر، ووضع في قبر. كبرة يعني مات ووضع، يعني مات، مش صلب وتألم ومشي يعني حي رجع حي، لا، ده مات وقبر، يعني يتحط في قبر، يدفن، دفن في القبر. إذن قانون الإيمان هنا ده كان مهم قوي إن يقول وقبرة، يعني كبرة دي حاجة مهمة جدا. السؤال طبعا البديهي، طب إزاي يموت وهو الله؟ زي ما قلنا من شوية، إزاي نقول الله يتألم وإزاي نقول الله يموت؟ ولما نقول الله يموت، مين كان بيدير الكون بقى وهو في القبر؟ أسئلة تبدو بديهية، لكن دلوقتي انتوا طبعا فاهمين دلوقتي الاجابه من غير ما انا اقولها، مفروض انتوا عارفين الاجابه، صح ولا لا؟ صح، حد عارف الاجابه؟ ايوه، السبونه، لان اخذ طبيعه الانسان، والانسان لازم بيكبر يدفن. ايوه، ثانك يو مام، ثانك يو مام. يبقى لما بقول كيف يموت وهو الله، أنا هرد على طول زي ما أنتوا عارفين، الله لا يموت، الله لا يموت، لأن اللاهوت حي لا يموت، مش من صفته الموت، ده هو الحياة. أمال مين اللي مات هنا؟ الناسوت، الجسد اللي خده المسيح من ست العذراء ومن الروح القدس. يبقى اللاهوت هنا متحد بالجسد البشري وبالنفس أو الروح البشرية، اللاهوت متحد بالاثنين، بس عند الموت الجسد، أنا شرحت لكم قبل كده برضو، الجسد انفصل عن الروح البشرية، لكن اللاهوت ما زال متحد بالجسد، ما زال متحد بالروح البشرية. فاكرين الحتة دي؟ إذا لما بقول الله مات عنا، أو المسيح مات عنا، بما أنه هو الله مات على الصليب، طبعا ممكن طبعا نقول مات، بس مش بالنسبة للاهوت، لأن اللاهوت حي لا يموت، غير قابل للموت وغير قابل للألم زي ما جاوبت من شوية. خلاص؟ وتلاقوا كنيستنا في الساعة التاسعة في الأجبية، في الساعة التاسعة في الأجبية بنقول يا من ذاق الموت بالجسد في وقت الساعة التاسعة. ذاق الموت بالجسد في وقت الساعة التاسعة. إذن موته هنا، موت المسيح بالجسد، مش ضد لاهوته، لأن اللاهوت حي بطبيعته ما يموتش، لكن ربنا أراد أن ناسوته يموت كمحرقة، محرقة سرور يقدمها ذبيحة قدام الآب، زي ما بنقول في اللحن بتاع يوم الجمعة العظيمة The Eat of Inf، أنه المسيح أصعد ذاته ذبيحة محرقة، محرقة سرور قدام الله.
وكمان كذبيحة لفداء العالم. طب مين اللي كان بيدير الكون؟ الله طبعا كان بيدير الكون، لأن لاهوته موجود. هو لاهوته مش موجود في حيز معين، لاهوت الله موجود في كل مكان. الله يدير الكون، لأن الله لا يموت ولم يتأثر إطلاقا بموت الجسد، اللاهوت موجود في كل مكان. طب ولما بيقول المسيح أسلم الروح، أسلم إيه الروح؟ يعني هنا أسلم الروح يعني إيه؟ أسلم الروح البشرية اللي انفصلت عن الجسد بسبب الموت اللي وقع عليه. فإذا أسلم الروح هنا المسيح قالها قبلها، قال إنه قد أكمل، يعني الروح الإنسانية بتاعته خلاص انفصلت عن جسد، لكن ما زال اللاهوت متحد بالجسد اللي في القبر ومتحد بالروح اللي هي راحة الجحيم. أنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده. طيب، وكبرى اللي بيقولوها في قانون الإيمان دي تبين أن المسيح مات ميتة حقيقية، بدليل أنه قلنا أنه بعد الموت كبرى، يعني اتحط في قبر دفن. والعجيبة أن احنا نلاقي أن كل البشائر الأربعة اتكلموا عن موضوع الدفن ده بقدر من التفصيل. ليه بقى؟ يعني التفاصيل الدفن دي انه بقى المسيح مات ونزلوه من على الصليب، ويوسف الرامي ونيقودموس خدوا اذن عشان من بيلاطس عشان يدفنوه في القبر بتاع يوسف، قبر جديد خالص، وازاي اتحط جوه القبر، لفوه طبعا باكفان واطياب وحطوه بسرعه قبل السبت في القبر، وخافوا طبعا اليهود، قالوا له لا لازم يكون في حراسه، فجابوا جنود يحرسوا القبر وحطوا حجر كبير على القبر وختموه بختم. كل القصة دي كلها دي حاجة مهمة أوي دي؟ طبعا مهمة جدا. ليه؟ لأن دي اللي بتثبت أن المسيح مات وقبر وقام من الموت. فبس المسيح مات مش شبه لهم. ليه شبه لهم؟ لأنه بعض الناس يقولوا أن المسيح ما اتصلبش، ده اللي اتصلب هو سمعان القيرواني، هو عشان شال الصليب شوية بضع دقائق يعني يبقى هو اللي اتصلب بدل المسيح. طبعا لا، وسمعان القيرواني هيروحوا يقولوا له والناس يعني مش عارفه سمعان القيرواني من المسيح، عشان يقولوا له لا ده انت تحط حراس وختم لان تلاميذه هيسرقوا الجسد ويقولوا ان هو قام بعد 3 ايام، هم عارفين انه هيقوم بعد 3 ايام. فطبعا الكلمه دي مش مظبوطه. الحقيقه الانجليين الاربعه وصفوا موضوع الدفن ده لأن كان فيها هرطقة ظهرت اللي هم تبع طائفة الغنوسيين، بس اسمهم الدوسيتيين. الدوسيتيين دي كلمة معناها الخياليين أو الظهوريين. بيقولوا إيه؟ بيقولوا أن يسوع تظاهر بالألام والموت، تظاهر يعني حاجة خيالية كده، هو تظاهر انه بيتألم بس هو ما تألمش. طبعا احنا بقى دي من نرفضها طبعا دلوقتي، احنا فاهمين لا ما ينفعش، والا يبقى قضية الفداء كلها ايه؟ باظت يعني. ما في، يبقى فين الفداء اللي تم؟ فيش حاجة اسمها ظهر او تظاهر بالألام وبالموت. يقولوا، شوف بقى الجملة اللي جاية دي عشان عايز حد يصلحها لي بقى. الجملة اللي انا هقولها دي هم بيقولوها الدوسيتيين، دول مجموعة من طائفة الغنوسيين. يقول لك المسيح الإلهي دخل الإنسان يسوع في المعمودية ولكن تركه قبل الصلب. حد يعرف طلع الأخطاء في الجملة دي؟ تبيتوا شطار في العقيدة دلوقتي. هو المفروض اللاهوت لم يفارق الناسوت لحظة واحدة يؤثبون. نعم؟ اللاهوت لم يفارق الناسوت لحظة واحدة ولا طرفة عين، وما ينفعش. دي نقطة حلو، برافو. واللاهوت والناسوت متحد يا بونا، الاثنين متحد في واحد. الاثنين متحدين في واحد. برافو، النقطة الثانية حلوة قوي. النقطة الثالثة بقى، صح، انت قلت نقطتين حلوين، فيها غلطة ثالثة. الجملة دي فيها 3 غلطات، بعد إذنك قولها من تاني. حاضر. أبونا، المسيح الإله هو المسيح ابن الله. أوكي. أنا بتكلم الجملة اللي أنا قلتها. الله هو اللي فدانا. نعم. ما يبقاش ربنا هو اللي فدانا. ما يبقاش ربنا هو اللي فدانا. برافو.
كويس. طب انت انت زودت لي واحده كمان، برافو يا امجد. ما يبقاش ربنا هو اللي فدانا. هي في 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 غلطه لاهوتيه فيها برضو. اقول يا ابونا؟ قالوا نعم تفضلي. المعموديه يعني هو اللاهوت ما دخلش ربنا بعد المعموديه، اللاهوت من ساعه حلول الروح القدس على عذراء ماريا. برافو عليك. مين معايا؟ برافو مشيرة، جابت الحتة برضو اللي أنا، عشان أنا قلت أصل المسيح الإلهي دخل الإنسان يسوع في المعمودية. الكلام ده مش مظبوط، مش مظبوط الكلام ده خالص. أولا أنا قلت ما ينفعش يبقى اللاهوت نزل على جسد ناسوت ده موجود أوريدي، ما ينفعش، مش ده إيماننا. اللاهوت والناسوت اتحدوا في نفس اللحظة، في حد برضو قالها دي بس قالها صح، يعني الجملة دي صح اللي اتقالت برضو، إن اتحدوا في نفس اللحظة في بطن العذراء، ومن ساعتها بقوا واحد. مفيش جسد، مش المسيح او الاقنوم الكلمه، هو يقصد اقنوم الكلمه المسيح الالهي ده اللي هو اقنوم الكلمه، دخل على انسان يسوع، يعني كان العذراء ولدت انسان وربته بقى 30 سنه وفي المعموديه اللاهوت اتحد بيه. غلط الكلام ده، مش مظبوط الكلام ده لاهوتيا غلط، وما يبقاش ده المسيح، ما يبقاش ده الله. لكن الله اتخذ لنفسه جسدا خاص به هو، ده خده من العذراء وبقى طبيعة واحدة خلاص، بقدرش أفصلهم بعد الاتحاد، ما ينفصلوش. فما ينفعش إن المسيح يحل. طب إيش معنى حل على الشخص بتاعي؟ ما يحل على شخص ده، ما يحلش على بطرس ليه ولا يوحنا ليه ليه يعني إيش معنى؟ لا، إذن الكلام ده مش مظبوط لاهوتيا. إذن الطبيعة الإلهية وطبيعة نفسية اتحدوا مع بعض في لحظة الاتحاد في بطن العذراء، مش في المعمودية حل عليه. وطبعا دي برضو بتقول انه 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 تركه قبل الصليب عشان يهرب من الالم، يعني عشان الالم لا يقع عليه. الكلام ده مش مظبوط. اولا لان لاهوته لم يفارق ناسوته، ثانيا لان كده بينكروا الصليب وبالتالي بينكروا الفداء على طول، يبقى ما فيش فداء تم، يبقى احنا بنؤمن بايه؟ يبقى المسيح ما فدناش. عشان كده احنا بنقول، عشان كده الفكرة الكبرى دي أنا بوريكم قد إيه الكلمة دي، الكلمة دي في قانون الإيمان لها معنى كبير، تألم وكبرى. ولقوا الأربع أناجيل، الأربعة البشريين كانوا بيحاربوا هذه البدعة. طبعا منهم طبعا يوحنا الحبيب، لأن ده قعد في الآخر شوية لما كتب إنجيله ورسائله، كان على طول كل كتاباته كلها عشان أن المسيح خد جسد والمسيح حقيقي والمسيح فدانا والمسيح مات على الصليب، يعني حاجة حقيقية. وإحنا كنيستنا بقى فيها حاجة جميلة قوي، فيها حاجة حلوة. يوم الجمعة العظيمة بتاعنا مختلف عن كل الكنائس، لأن إحنا بنعيش مع المسيح لحظة بلحظة من الصبح لغاية الليل، بنعيش أحداث الصليب، وبنجيب من الأربع إنجليين القرايات بتاعت كل ساعة. فعشان كده وتيجي عند الساعة 12 لما بنفتح الهيكل، اللي هي الساعة اللي اتدفن فيها المسيح، اللي هي فيها قبرة دي ودفنة، ونقول النبوات بالألحان بتاعت مراسي أرمية، ونقول المزمور الطويل بتاع كورسيكا الله بكسرونس باللحن، بنقعد فيها بقى إيه، نتمزج بقى نتمزج. إحنا طبعاً مش بنتمزج يعني بنبسطين بأصواتنا، لا أنا أقصدش كده طبعا. بنتمزج إن المسيح حبنا لهذه الدرجة إن يموت عشان ده اللي أنا أقصده، يتمزج هنا عشان برضو إيه أبقى واضح. مش بنتمزج بأصواتنا يعني أو باللحن، اللحن مؤثر في النفس، اللي يقعد كده في الساعة 12 دي ويتأمل في اللحن حتى لو مش حافظ، بس يغمض عينه ويسرح أن المسيح مات ودفن عشان هو اللي انا اللي كان مفروض ابقى هنا، وكان ابقى محكوم عليا بالموت الى الابد، بالموت يعني بعيد عن ربنا الى الابد، والمسيح مات عشان. ونقعد نقرا من الاربع انجليين فكره الدفن. احنا الحقيقه بنبتدي من الخميس بالليل، لان كل الاربع انجليين اتفقوا على الفتره الاخيره بتاعه صلب والام وموت المسيح وقيامته طبعا. فعشان كده احنا يعني بننفرد في الساعة 12 دي، والدفنة بقى والزفة بتاعت الدفنة وغلغسة، بنعيش اللحظات دي ازاي المسيح نزلوه من على الصليب ودفنوه. ده
دي حقيقة، حقيقة الصلب وحقيقة الموت، المسيح اتقلب، لأن ده الفداء، هو ده الذبيحة، اتذبح عشاني أنا، تتغفر لي خطيتي أنا. آخر نقطة، النقطة السادسة، عشان ما أطولش عليكم، أنا كده أتأخرت عليكم شوية، طب هقولها بسرعة. النقطة السادسة هي المعنى الروحي، المعنى الروحي بتاع بقى تألم وكبر لي يعني. الحقيقة بتاعت قانون الإيمان أو الفاكت أو العقيدة أن المسيح أخذ جسد، تألم بالصليب وقبر ومات عنا، دي الحقيقة الفاكت. المعنى الروحي بتاعها بالنسبة لي أن المسيح ده فادي، مش فادي، مش فادي عادي، ده مات وتألم عشاني، يعني شال كل الألم والوجع بتاع الخطية وشوكة الخطية والموت اللي هو كان أنا موجود فيه، المفروض يبقى محكوم عليه إلى الأبد، موت جسدي وموت نفسي وموت معنوي وموت مادي وموت روحي، كل أنواع الموت اللي أنتوا عارفينها دي، لكن المسيح خدها هو في جسده عشان يديني أنا حياة، ويديني الخلود، ويديني المد بتاعه، ويديني أن أنا أعيش معاه إلى الأبد. فالفادي المتألم ده، عشان كده كان دايما يسوع المصلوب ده اسم حلو بالنسبة لنا، يسوع المصلوب أو المتألم، لأن ده بيخليني أشعر أن ربنا ده مش بعيد عني، ربنا ده حاسس بيا، بيشعر بيا، مش زي آلهة الأمم الوثنيين اللي إلههم لا يبالي بالإنسان، لا ده ربنا حاسس بيا، حاسس بأهمية الخلاص ده، وعارف أن أنا ما كنتش أعرف أخلص نفسي، فهو اللي جه ومات وخد الحكم في نفسه عشاني أنا. وضع في الاعتبار طبعا ان المسيح لا يستحق الالم لانه لم يخطئ، بار وقدوس، لكن هو شال الالم بالنيابه عني، فالمسيح يشاركني الامي انا كمان الخاصه، لو حتى عندي انا الام المسيح يشاركني فيها عشان يقهرها، المسيح يرثي لضعفنا لضعفتنا، زي ما قال بولس كده، فيما هو تالم مجربا يقدر ان يعين المجربين، المسيح عانى كل هذه الالام عشاننا احنا، هو لا يستحق هذا بس ده عملها عشاني أنا، عشان يقول لي أنا حاسس بيه. إذن أي ألم أنا هحس بيه، غير المسيح، غير مفهوم الألم، بعد ما كان الألم ثمرة الخطية، بعد صليب المسيح مفهوم الألم بالنسبة لي بقى مختلف، بقى إن كنا نتألم معه لكي نتمجد معه، بقى وسيلة للمجد، وهب لكم لا أن تؤمنوا به فقط بل أن تتألموا لأجله، بقى الألم هبة من ربنا، فأصبح الألام حتى اللي نجوز فيها وإحنا على الأرض دي مشاركة بسيطة جدا في ألام المسيح، وفي ذبيحة في ألام المسيح اللي قدمها هو على الصليب. ويسوع كأن يسوع بيقول لكل واحد فينا، كل هذا فعلته لأجلك، وأنت ماذا فعلت؟ كل هذا أنا فعلته لأجلك، أنت ماذا فعلت؟ كأن ربنا بيقول لي أنا حبيتك حب غير محدود وغير مشروط. مين فينا يقدر يوفي الدين بتاعنا ده اللي هو المسيح عمله، ده مات عشاني، ده دين كبير علي، مين فينا يقدر؟ فيش ولا واحد فينا يستحيل على إن إنسان يقدر يوفي الدين اللي عمله المسيح ده. عشان كده احنا بنعتبر حدث الصلب ده حدث جلل، عشان كده احنا يوم الجمعة العظيمة بالنسبة لنا ده يوم بيبقى بنسميه، مش بنسميه الجمعة الحزينة، بنسميه الجمعة العظيمة، لأن ده حدث جلل يكسر القلب فينا أن ربنا الإله القدوس البار يقرب مني ويموت عشاني ويشيل هو كل ده بدالي. فده بيخلينا إحنا نبقى حاسين بقيمة الصليب والألم اللي المسيح عمله عشاني، زي ما قال في ملاك ربنا، قال لي يهوشع بن زكريا، ليهوشع في سفر زكريا بيقول كده آية جميلة قوي، وأذيل إثم تلك الأرض في يوم واحد، هو يوم الجمعة العظيمة ده، دي نبوة عن يوم الجمعة العظيم في زكريا 3:9، نبوة عشان يوم الجمعة العظيم، شال اسم، اسم خطية، شال خطية العالم كله، خطية الأرض كلها، خطية البشرية كلها في يوم واحد، وأذيل اسم تلك الأرض في يوم واحد. عشان كده يوم الجمعة العظيمة بالنسبة لنا ده يوم يعني بنستناه كلنا من السنة للسنة، أنا عارف من السنة اللي فاتت يعني كان هوبفل من السنة دي يعني نقدر نحتفل بيه مع بعض في الكنيسة، ونقول مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. في جملة لطيفة قوي قالها القديس يوحنا ذهبي الفم، يقول إنني أدعوه ملكا لأنني أراه مصلوبا. القديس يوحنا ذهبي الفم ما بيتأمل في الصليب المسيح يقول هو ده الملك بتاعي، أنا أدعوه ده ملكي عشان أنا شايفه مصلوب،
كل ما اشوفه مصلوب كده اقول انت الملك بتاعي، انت ملكي. عشان كده احنا بنهتم بصوم الاربع والجمعه عشان نفتكر آلام المسيح من اجلنا. خلينا يعني يبقى يكون برضو فكره صوم الاربع والجمعه دي انا بركز عليها، عشان انا خايف يكون بيحصل تهاون عندنا من ناحيه صوم الاربع والجمعه. صدقوني دي ابسط حاجه ممكن الواحد يقدمها، يعني عشان اقول له يا رب انا فاكر انك انت مت عشاني وتألمت عشاني. وان كنت انا هتألم في مشكله ولا في موضوع ولا في حاجه، كل الالم او حتى في اضطهاد، كل الالم اللي انا بمر بيه ده ممكن يكون الم لا يذكر قدام الامك انت. وكل ما ابص على الصليب الاقي الالم بتاعي ده حاجه بسيطه جدا، لان المسيح اللي اتألم. فاكرين القصه اللي حكيتها لكم المره اللي فاتت؟ قصه كانت لطيفه، ممكن تسمعوها برضو في المرة. انا مش هقولها تاني عشان الوقت. ربنا يدينا ان احنا نعيش مع المسيح المصلوب ونفرح بالقيامه كمان، لان الصليب من غير قيامه ملوش معنى. بس اخلي بقى موضوع القيامه ده ان شاء الله المره الجايه. يبقى احنا كده غطينا صلب عنا وتألم وكبر. ان شاء الله المره الجايه نتكلم على القيامه والصعود مع بعض برضو، عشان نقدر نخلص ان شاء الله قانون الايمان على بعض. لإلهنا كل مجد وكرم من الآن والأبد أحد أمين. أيها المسيح إلهنا ملك السلام، أعطينا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا، لك الملك والقوة والبركة والعزة الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقينك بشكر. يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن لكن من الشرير المسيح الملك والقوة. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وعطية وموهبة الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بالسلام، سلام الرب يكون معكم.